علي أن أصبح عبقرياً وبسرعة. هيا جامبول إلى المكتبة. البكمة المدبوكة حيث الكتب في الثلاجة. لقد أخذوا قلبي. لا أحد سيعوضني عما ضاع مني. مساء الفل. هايروكي، إلى أين السفر؟ لا لا، صاحب البيت طردني وأهلي لا يريدونني عندهم. بالمناسبة، هل تقبلونني ضيفا عندكم؟ بليز. أين هو كتاب كيف تصبح عبقريا؟ ها يا داروين. انظر، أي هبوط جذري في البورة المحورية والشبكة العريضة من اللامركزية. وأنت كيف حالك؟ عبقرية مع عملية فذة. أها، العقل السليم في الرأس الكبير. اسمع، بلوى المركزية في المسطحات الحلقية في الإرديووية العليا. أهلاً بنابغة النوابغ. أي علم نقرد معاً؟ جيولوبيا، فيزياء. اسقنا من علمك. أظننا ارتوينا بكل معنى الكلمة. هاي بوبرت، ماذا تفعل؟ أطالع الإنترنت، أكبر مصدر معلومات في الدنيا، لما لا تجرب؟ ألو ألو، الإنترنت حول؟ عليك نقر العلامة. عليك نقر العلامة. عفوا، أي علامة؟ عمو، لا شيء غيرها على الشاشة. كنت أختبرك. واو، رائع، أشعر وكأنني أمتلئ علما ومعرفة. ما الذي حدث؟ ذاكرتك لم تستوعب، انهارت فقمت بفصلها. الرحمة، ألا يوجد شيء في هذه المكتبة يجعلك عبقريا؟ يا له من كتاب جميل. سأستعير هذا الكتاب لو سمحت. كتاب. وجدتها، يشاهدون الكتب. هاي شش. هاي شش. هناك خلل في كتابي، انظروا الي منذ قرون ولا اشعر بالذكاء. ماذا تنظر للكتاب؟ عليك قراءته. شش. هدوء في المكتبة. حسنا عقلي، هيا لنقرا. كان يا ما كان كفى. لا، الحياة لم تعد تطاق. أين أقرب تلفاز؟ هاي، إلى أين يا رجل؟ هذه إساءة استخدام لي، كفى. أتتخلى عني؟ كيف أنجح في امتحان القدرات بدونك؟ أرجوك ساعدني. أنت تحلم بالتأكيد، نحن أغبياء. بل سأصنع منك علامة مثل داروين.